بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الفوز هذا اللي جانا في وقته وجا في ظروف اللي كنا احنا ثاني نحتاجوا لي بوان هذو باش نبعدوا من المنطقه هذه اللي كنا فيها. الحمد لله الفريق هكا راح يتنفس وراح نجبدوا على منطقه الخطر ان شاء الله. احنا راح نمشيو ماتش بار ماتش ان شاء الله وراح نخمو مقابله بمقابله، وماذا بين المقابلات اللي بقاو كل نلعبوهم من اجل الفوز ان شاء الله. لماذا بون هما خصونا اليوم وحنا ثاني درنا اللي علينا وان شاء الله نتلاقاهم في المقابلات القادمه ان شاء الله ونقدموا لهم الافضل. والله الحمد لله على الفوز هذا اللي زدي عطينا دافع معنوي باش نكملوا في باركور ان شاء الله اللي جا برين دي فات السمانه اللي فات مع ورقله اللي خلاتنا نخدموا شويه تحت الضغط. والحمد لله التوفيق يرجع الله عز وجل والمجهودات تاع اصحابي اللي كانوا محاربين اللي نقول لهم يعطيكم الصحه من المباراه هذا ان شاء الله. والله ثلاث نقاط كما نقولوا ثمينه شويه اللي خلينا نبعدوا شويه على سباق تاع نزول. والحمد لله حنا دوك نجريوها ماتش بار ماتش ونديروا اللي علينا ان شاء الله بان الفريق هذا يقعد في مكانه تاعو ان شاء الله. والله هو الغياب تاعهم شويه ضرنا وان شاء الله نقولوا لهم ما تخافوش على الفريق ان شاء الله نمدوا اللي علينا وكثر ان شاء الله باش نمنعوا الفريق ان شاء الله. الحمد لله وين قدرنا نحققوا ثلاث نقاط مهمه في مشروع البقاء، وين الماتش اللي فات ما دخلناش في فايت مباريات على الماتش اللي فات، الحمد لله وين حققنا ثلاث نقاط مهمه يعاونونا في مشروع البقاء ان شاء الله. الحمد لله ثلاث نقاط اللي دارت لنا 90% من مشروع الباقه ان شاء الله. الماتش اللي ماتش يبقاو لنا ان شاء الله نحقوا فيهم الفوز ونحقوا الباقه بكل اريحيه ان شاء الله. مش هنقول لك حيكون راح تكون مباراه صعبه ان شاء الله، نروحوا باش نلعبوا على الفوز حنايا ان شاء الله، ان شاء الله نجيبوا النتيجة من تماك ان شاء الله اللي تعاوننا ان شاء الله في باقي المباريات ان شاء الله. شنو نقول لك، الانصار هما اللاعب رقم 12 اللي هما اللي يعاونونا في الميدان ان شاء الله. اللي ماتش جايين في استادنا ان شاء الله يعاونونا ونفرحوهم ان شاء الله. والله الحمد لله نشكر الزملاء تاعي اللي اداوا الواجب تاعهم ولعبوا اليوم جابوا لنا 3 بوان الحمد لله. ماتش ما كانش سهل، نشكر الإدارة الناس اللي وقفت، الناس كامل اللي وقفت معنا، مام الجماهير اللي جاونا السمانة هذه حفزونا والحمد لله رب العالمين. والله الأنصار الغياب تاعهم ديما في حمدان يأثر علينا. الحمد لله اليوم لعبنا مليح وديما الأنصار تاعنا ديما واقفين معنا، نشكرهم بزاف وإن شاء الله ما نطيحوش إن شاء الله، إن شاء الله نمنعوا ليكيب هذه وربي إن شاء الله راهي في أيادي آمنة إن شاء الله.